يواجه الترجي الرياضي التونسي يوم الأربعاء 18 جانفي في 2023 النادي الصفاقسي بداية من الساعة الثانية ظهرا بملعب الطيب المهيري بصفاقس في إطار منافسات الجولة الأولى إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المباراة باش تكون منقولة رسميا على قناة الكأس القطرية. الترجي فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 مناسبات وانهزم 5 مرات في آخر 20 لقاء دار بينه وبين السياسات. هذا من المنتظر أن يستعيد نادي الترجي خدمات الثنائي محمد أمين توغاي وغيث الوهابي بعد أن استكمل العقوبة وسيغيب عن الفريق لاعب الوسط الدولي غيلان الشعلالي بسبب مواصلة مرحلة التأهيل البدني بعد شفائه من الإصابة. كما سيغيب الجناح الدولي الأردني محمد فيصل أبو زريق شرارة الذي يواصل العلاج والتأهيل جراء الإصابة التي تتطلب فترة طويلة من الاستعداد والتحضيرات. النادي الصفاقسي بدوره يستعيد خدمات 5 لاعبين من مباراة الكلاسيكو ويتعلق الأمر بكل من شادي الهمامي حسام الحباسي ومحمد النصراوي بعد تعافيهم من مخلفات الإصابة التي لحقت بهم قبل نهاية مرحلة الذهاب، إضافة إلى عودة الثنائي محمد أمين الحمروني وعبد الله العامري بعد استيفائهم عقوبة الإنذار الثالث. خصوص حكم المباراة تتجه الإدارة الوطنية للتحكيم نحو الإبقاء على الجزائري مصطفى غربال حكم لمباراة الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي والترجي، وكانت الإدارة الوطنية للتحكيم قد عينت مصطفى غربال لإدارة الكلاسيكو قبل تأجيله بعد رفض النادي الصفاقسي خوضها آنذاك. يشار إلى أن مصطفى غربال لم يتحول إلى تونس بعد تعيينه قبل تأجيل المباراة، وهو ما جعل لجنة التعيينات تثبت هذا الحكم من جديد لإدارة نفس اللقاء. إذن المباراة باش تكون مهمة للطرفين. الترجي يبحث عن التأكيد بعد فوزه في المباراة الأخيرة ضد النجم الساحلي، والنادي الصفاقسي على أرضية ميدانه أمام جمهوره لن يرضى إلا بثلاث نقاط. مباراة باش تكون فيها يعني تنافس شديد، مش تكون مباراة مهمة كما قلت لكم للطرفين. الترجي الرياضي التونسي عليه تأكيد الانتصار والظهور بمردود ممتاز، خاصة وأنه يلعب خارج الديار. النادي الصفاقسي ضغط الجمهور باش يخليه يعمل المستحيل باش يفوز في المباراة هذه. إن شاء الله تتعدى مباراة في قيمة واسم معركة الفريقين، إن شاء الله كذلك التحكيم يقوم بدوره ونشوفوا أجواء ممتازة تليق باسم الفريقين. الترجي إن شاء الله مش يتنقل إلى مدينة صفاقس غدا إن شاء الله بعد الظهر باش يتنقل إلى أحد نزل عاصمة الجنوب. إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يروح بنتيجة إيجابية، نتيجة تخليه يواصل في ملاحقة النجم الساحلي في ترتيب المجموعة الأولى. النجم الساحلي متصدر بفرق 2 نقاط على الترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي كذلك يبحث بدوره عن 3 نقاط مهمة تخليه يرتقي في سلم الترتيب وتخليه يتقدم كذلك في سلم الترتيب من أجل المشاركة في البلاي أوف. إذا حظ موفق للترجي الرياضي التونسي، إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله زينة. مباراة ماهيش باش تكون سهلة. نقطة أخرى أو معلومة أخرى، ربما لن يتم السماح بدخول الهيئة المديرة وبعض الأحباء للمباراة هذه. تعرفوا الأسباب اللي حسب رواية رئيس النادي الصفاقسي اللي قال إنه في مباراة الذهاب يعني في ملعب حمام لنفا إدارة الترجي رفضت إنه رئيس النادي الصفاقسي يدخل للميدان، هذا على حسب قوله. إن شاء الله إن شاء الله تتعدى المباراة هذه في ظروف جيدة، إن شاء الله المباراة هذه تتعدى في أجواء جيدة، إن شاء الله نشوفه كما قلت لكم مباراة تليق باسم الفريقين وتليق باسم كرة القدم التونسية، باش تكون منقولة في قناة أجنبية. نتمنى نشوفوا مباراة تعطي صورة إيجابية عن تونس وعلى الكرة التونسية. إذن متابعينا الكرام، نوصيكم كالعادة على دعم القناة، لايك وأبوني وفعل جرس التنبيهات، وتابعونا زاد على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتويت. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.